للمزيد ينضم الينا من الخرطوم الان مراسلنا بعد الافراج عنه وائل محمد الحسن. وائل، الحمد لله على السلامه. بدايه، ولو تحدثنا ماذا حدث تحديدا؟ لماذا تمت مهاجمه مكتب العربي، اعتقال الطاقم والاعتداء عليه ايضا حتى بالضرب؟ لماذا؟ نعم جمال، مساء الخير. حتى الآن لا نعلم ما هي الأسباب التي اقترفناها لكيما نعامل هذه المعاملة الوحشية في الاعتقال والضرب الذي تم. كنا نقوم فقط بالتغطية الميدانية لتظاهرات اليوم التي دعت لها تنسيقيات لجان المقاومة وتجمع المهنيين من على سطح المبنى الذي به مكتب العربي. تم إلقاء عدد كبير جدا من عبوات الغاز المسيل للدموع علينا في سطح المبنى، وعندما هممنا بالنزول ونزلنا فعلا إلى مكتب العربي وجدنا قوة أمنية مشكلة من قوات الجيش بحسب الزي الذي كانوا يرتدونه. تم اقتيادنا من أمام باب المكتب جمال إلى خارج المبنى، وتم الضرب والسحل علينا والإهانة إلى أن استقلينا واحدة من سيارات الأجهزة الأمنية أو الجيش تحديدا، وتم اقتيادنا إلى واحدة من مراكز الاستخبارات التابعة للمنطقة المركزية للخرطوم بوسط الخرطوم. حتى عندما نزلنا داخل هذا المركز، مركز الاستخبارات، تم أيضا عملية الاعتداء علينا بالضرب، وتم تحطيم الكاميرا وتم إجلاسنا على الأرض وتغطية رؤوسنا، ومن ثم اقتيادنا إلى الداخل للتحقيق معنا. بعد عملية التحقيق تغيرت المعاملة جمال تماما، ومن ثم تم اعتذار رسمي لتيم العربي من الأجهزة الأمنية، كما تحدث إلينا الضابط بأن هنالك رسالة من الأجهزة الأمنية ومن قادة الأجهزة الأمنية بالاعتذار لنا عما حدث، وأنه يدخل في ضمن قوانين الطوارئ الآن، وأنه حدث عرضي وخطأ قد يحدث. جمال، نحن دائما في العربي وتحديدا هنا في الخرطوم عادة نقوم بالتغطية الحيادية، لا نجامل في المهنية، مهنية العربي، ولا نكون مع طرف ضد طرف، خصوصا هنا في الشأن السياسي السوداني. حتى الآن علامات استفهام على ما تم علينا من ضرب وإهانة، ولما الأسباب التي جعلت العربي مستهدفة من قبل الأجهزة الأمنية. حتى الآن الحمد لله تم فك احتجازنا من المنطقة وتم إعادتنا إلى مكتب العرب بإحدى سيارات الضباط، والحمد لله نحن الآن بالمكتب جمال. ماذا عن بقية، لو تطمننا أيضا وائل عن بقية الفريق، وأيضا ماذا حدث أثناء اقتحام هذه القوات إلى المكتب؟ ويبدو أنه تم أيضا إتلاف بعض المعدات والأجهزة في المكتب هناك. نعم، الإتلاف لم يتم داخل المكتب جمال، الإتلاف تم للكاميرات التي بحوزتنا والأجهزة التي بحوزتنا، وتم هذا الإتلاف داخل، المستغرب أنه تم الإتلاف داخل المنطقة العسكرية التي تم اقتيادنا إليها من قبل بعض الضباط ومن تم بعض إتلاف أفراد الكاميرا الأجهزة والمعدات. الأمنية. نعم، تم إتلاف الكاميرا والمعدات التي كانت بحوزتكم داخل المنطقة الأمنية، ثم لاحقا قدم لكم اعتذار هكذا. نعم جمال، هذا ما حدث بالتحديد. نعم، طيب وائل، يعني هذه ليست المرة الأولى ربما التي يتم فيها استهداف مكتب العربي. تم استهداف الزميل تيجاني خضر أيضا بالقنابل المسيلة الغاز على الدموع عندما كان ينقل الصورة مباشرة، أحيانا حتى دون تعليق الكاميرا فقط تقوم بنقل الصورة. تم استهداف الطاقم أيضا بالقنابل الغاز المسيل للدموع، على ما يبدو أيضا تم استهداف عدد آخر من الصحفيين اليوم وائل.
نعم جمال، يبدو أنها رسالة من قبل العسكر أو من قبل الأجهزة الأمنية لكل قناة أو لكل كاميرا تحاول نقل الواقع أو نقل الحقيقة من الشارع الآن. وبالتأكيد هذه رسالة قد تكون رسالة ساخنة جدا لهذه الأجهزة الإعلامية، في أنه أي رسالة إعلامية أو أي صورة لا توافق مزاج الأجهزة الأمنية قد تعامل بهذه المعاملة القاسية جدا. قد تكون هذه الاعتداءات ممنهجة أو تم التخطيط لها أو قد يكون غير ذلك. هذا هو السؤال الآن المطروح، هل فعلا هذه القوة الأمنية التي داهمت المكتب وتم اعتقالنا من قبلها وتم الضرب وهذا السحر الذي تم علي وعلى أفراد الفريق، هل هو فعلا بتوجيهات أو بتعليمات من فريق العمل أم هو نتاج لتصرفات فردية من هذه الأجهزة الأمنية اللي موجودة الآن في الشارع والتي تواجه المحتجين في شوارع الخرطوم؟ هذا هو السؤال الكبير. إذا كانت هذه التعاملات مع الأجهزة الأمنية ومع الوسائط الإعلامية من قبل الأجهزة الأمنية، فهذا يجعل الإنسان يتساءل عن ماهية الحرية التي قد تكون أو مفترض أن تكون موجودة من خلال التغيرات التي حدثت عقب الثورة التي قامت في السودان والتي كان شعارها الحرية والسلام والعدالة. جمال، طيب هل قدمت لكم بعض الضمانات على الأقل بعدم تكرار مثل هذه الاعتداءات على الصحفيين؟ ماذا قيل لكم تحديدا عندما تم اقتيادكم إلى هذه المنطقة الأمنية؟ لا توجد أي ضمانات جمال، لم تقدم لنا أي ضمانات، تم تحقيق معنا تحقيق كامل وشافي قد يكون لقرابة الأربع ساعات يتم فيها التحقيق معنا فردا فردا. لا توجد أي ضمانات للعمل، تمت مساءلتنا عن التراخيص العمل وعن المكان الذي نعمل إليه والتوجهات السياسية لأفراد مكتب العربي. أخبرناهم أنه لا توجد أي توجهات سياسية بالنسبة لنا وأننا نقوم بعملنا بكل الحيادية والمهنية التي تقتضيها ظروف العمل الإعلامي، لكن لا توجد أي ضمانات، لم نسمع عن أي ضمانات. كل ما سمعناه فقط اعتذار في نهاية المطاف وأن ما حدث يدخل داخل موجبات المهنة التي نقوم بها. بالتأكيد هي قد تكون هذه معلومة صحيحة أنها تدخل داخل موجبات هذه المهنة، ولكنها غير متوقعة في هذا المناخ الآن الذي يفترض أن تكون فيه إتاحة بعض الحرية للأجهزة الإعلامية للقيام بدورها كاملا في عكس ما يحدث الآن في الساحة السياسية. شكرا جزيلا لك وائل محمد الحسن، أتمنى ونتمنى لك وللزميل إسلام صالح ولكل الفريق فريق العربي في الخرطوم، نتمنى لكم السلامة وأن يتم السماح لكم أيضا بالقيام بعملكم وبنقل الصورة كما هي، حتى يعني ننقل الصورة إلى المشاهدين فيما يتعلق بهذه التطورات في السودان. شكرا لك وائل.